الوضع اللي احنا شايفينه او اللي تم عرضه ده وضع اتشكل على مدى 50 60 سنة، وحلمنا ان احنا نخلصه في 4 5 سنين او 10 سنين حتى، ده فضل كبير جدا من ربنا لو ايه لو قدرنا نعمله. بس انا عايز اقول لكم جزء كبير من القضية اللي اتعملت دي هي مرتبطة تماما بالنمو السكاني، الدكتورة نيفين وهي بتتكلم على حاجتين قالت عليهم، كلمت على ذوي الإعاقة وكلمت على تظبيط بطاقة التموين. وأنا عايز أقول لها وأقول للمصريين وهم بيسمعوني، عدم وجود رقمنة للدولة المصرية خلانا مش شايفين كويس، والكلام ده استمر سنين. استمر إيه؟ سنين. إحنا ما كناش بياناتنا مش واضحة، وبالتالي حصل استقرار لواقع مش دقيق، استقرار لواقع مش مظبوط، استقرار لواقع في كتير من عدم الفساد. لحد الان بقول الفساد بدليل، وانا قلت دكتور مصطفى ما تقولي الحكايه دي قبل كده، اقولها دلوقتي ولا؟ قلت له انا ليا بطاقه في المنيا باسمي بيصرف بيها والله انا بتكلم بجد، بيصرف بيها الكلام دوت. ما هو في ناس موجوده ما بتاخدش البطاقه فعلا وهي مش عايزاها صحيح، لكن هي ما تعرفش ان البطاقه ايه اصدرت، لا مستخدمه في حته تانية في اماكن اخرى. فالرقمنه اللي احنا بنوصل لها، انا بس عشان دكتوره نيفين يعني، الرقمنه اللي احنا بنوصل لها الهدف منها ان انا ابقى شايف كويس ومصنف المجتمع كويس عشان اعطي مش البلد تعطي كل انسان حقه دون هدر. لان اتشكلت خلال 50 60 سنة اللي فاتوا اوضاع ممارسات عرفت الناس تستفيد من الدعم والاجراءات اللي كانت ماشيه بالطريقه ديت، لان احنا لم يتواكب تطور المجتمع وتطور الحداثه اللي جت دي عشان نقدر نظبط ده.